المرء يخدعه منى والدهر يسرع في بلاه. الحمد لله الذي يبقى ويهلك ما سواه. فالموت حتم لا محيص عنه وحق لا مكذب له. ترى ابن آدم ممتلئا صحة وعافية، ممتلئا آمالا وأحلاما، ثم في لحظة يسيرة تراه وقد استحال جثة هامدة، وتعطل سمعه وبصره. تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا، وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من عروس زينوها لزوجها، وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم، قد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. فما أقرب الموت يا عباد الله، ما أقربه. كل يوم يدنو منا وندنو منه، وليس بيننا وبينه إلا أن يبلغ الكتاب أجله. فإذا نحن في عداد الموتى إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. أيها الأحبة، أيها الإخوة، شغلتنا الدنيا وألهان التكاثر في الأموال والأولاد والتنافس في أمور الدنيا كما ألهى كثيرا ممن كان قبلنا. فتعالوا بنا عباد الله، تعالوا بنا نتأمل في هذا اليقين، لعلنا ننتبه قبل أن نزور المقابر، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات، يعني الموت. تعالوا بنا عباد الله لنكون من الأكياس الفطناء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قيل: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم لما بعده استعدادا. أولئك الأكياس، أولئك الأكياس. تفكر قبل أن تندم، فإنك ميت فاعلم. ولا تغتر بالدنيا، فإن صحيحها يسقم، وإن جديدها يبلى، وإن شبابها يهرم. عباد الله، إن التفكر في الموت وما بعده قد قطع قلوب الصالحين. بكى النخعي عند احتضاره وقال: أنتظر ملك الموت، لا أدري بما يبشرني، بالجنة أو النار. وقال إبراهيم بن أدهم: إن للموت كأسا لا يقوى عليها إلا خائف وجل، مطيع لله كان يتوقعها. وجزع الحسن بن علي رضي الله عنه عند موته وقال: إني أريد أن أشرف على ما لم أشرف عليه قط. وبكى الحسن البصري وقال: نفيسة ضعيفة وأمر مهول عظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.